انت عارف المشكله في ايه؟ ان بقول لك دي طيب هتبقى خلينا ناخد عرف بعد كده. خلينا ناخد من حد برضو يعني استاذنا في الحاجات دي يعني كابتن سمير عثمان هو اللي قال لنا طبعا حبيبي. هذا الموضوع. كابتن سمير ازيك وحشنا. وانت جدا يا كابتن اسلام. كل سنه حضرتك طيب. وحضرتك طيب. وسلامي الكابتن شريف وكابتن محمد حشيش. حبيبي حبيبي يا منور الفضائيات يا كابتن سمير. ياما اتخانقنا يا كابتن سمير في الملعب. ها حبيبي وفي الاخر لعبت ماتش اعتزالك. طبعا انا ما حبيبي يا كابتن سمير. ادينا الخلاصه. كابتن سمير انا النهارده في حاجه حصلت. انا كان معايا من شويه الباشمهندس محمد عادل المشرف العام على كره القدم في نادي المقاولين العرب. خلاص المهندس محمد عادل قال لي ان الحكم الخامس فيها لعبه اتلعبت ودخلت جون. معرفش حضرتك شفتها ولا لا. تمام. ودخلت جون اتحسبت جون خلاص. تمام. فرجع لاعيبه النجوم والمسؤولين في النجوم. ده كلام المهندس محمد عادل. راحوا للحكم الخامس اللي واقف. للحكم الخامس واللاين مان اللي واقف الناحيه الثانيه. تمام. بيقول ان هما ان هو شايف نجوم المسؤولين في فريق النجوم وروهم ان الكرة لما وهي بتتعاد في كاميرا للتلفزيون ان هي هدف او ان هي مش هدف. مش هدف. وبالتالي الحكام دول راحوا قالوا او الحكم الخامس او اللاين مان راح قال للحكم الساحة قال له ان الكرة مش هدف فتم الغاء الهدف. هل التصرف ده تصرف بعد كده؟ انا جبت الكابتن احمد سامي من شويه قال لي ان هم شافوها صدفه في الكاميرا. تمام. ف مين يعني شافها صدفه؟ الحكم المساعد والحكم الخامس اللي هم الناحيه الثانيه من من حارس مرمى النجوم اللي دخل فيه الهدف. فهم دلوقتي احنا عايزين نعرف ايه التصرف القانوني بالنسبه لهذا الموضوع. ايه اللي يحصل؟ بص بدايه انا يعني حضرتك سالت الاستاذ المهندس محمد عادل وكابتن احمد ثاني. نعم. انا كنت بكلم الحكام نفسهم. تمام. كويس جدا. تمام. هو اول حاجه حاولنا والله بس هم قالوا لنا ممنوعين من الكلام. مش هم ممنوعين مع الاعلام. مع الاعلام بالظبط. انا مبدئيا يا كابتن ان حكم المباراه ممكن طبقا للقانون انه يرجع في القرار ما لم يتم استئناف اللعب. تمام. تمام. يعني ممكن الحكم ياخد اي قرار ويرجع فيه ما لم يتم استئناف اللعب. واللي حصل النهارده. تمام. النهارده في كوره تم احراز منها هدف. الحكم الرئيسي محمد الحنفي كسب الهدف. تمام. وبعد كده انا في اعتراض شديد جدا من لعيبه فريق نجوم المستقبل. نعم. فراح للحكم اللي هو الاضافي الاولاني احمد جمال. ف يعني في حوار دار بينهم واكدوا لا ان ده ايه هدف سليم. تمام؟ تمام. وبعد كده زي ما احنا اتفرجنا برضه في اعتراض راح تاني برضه اكدوا ان هدف سليم. وفي الوقت ده كان الحكم المساعد الجريء عمر فتحي اللي هو من منطقه الاسكندريه اللي هو حكم ده شاب لسه طالع كلم محمد الحنفي وقال له لا يا محمد تعالى انا عاوزك. فقال له في ايه؟ قال له انا شايفها بزاويه كويسه جدا من عندي ان لا في دي فيها لعبه لمسه يد اثناء لعب الكره بالايد. نعم. يعني هو بيلعبها بايده مش بدماغه. تمام. تمام. طبعا وبناء على ذلك فمحمد قال له انت متاكد؟ قال له انا متاكد تماما 100%. تمام. تمام. وبناء على ذلك بعد مداولات كثيره ومحمد الحنفي اتاكد من النقطه دي بالغاء الهدف. تمام. طب ايه التصرف القانوني؟ التصرف القانوني اللي حصل النهارده تصرف قانوني 10 على 10 سليم ما فيهوش اي مشكله خالص. تمام. لان النهايه من النهايه كابتن اسلام احنا نوصل للعداله. تمام. تمام. حتى لو اتاخرت انت كل ماتش هتروح طبعاً. كابتن سمير لو حكم كده خلينا نخليه يكمل بس وبعد كده نساله. اتفضل يا كابتن سمير اتفضل. لو حكم تاني كان ممكن لا صمم على قراره خلاص يا جماعه انا متاكد منها. انما طبعا ده طائف حكام كلهم بيجيلوا المباراه مع بعض. نعم. هم الثلاث حكام وحكمين اضافيين وحكم الرابع. تمام. تمام. وهو هنا قال له لا الكره ملعوبه بالايد بالرغم ان في وقت وفي تداولات كثيره حصلت قام بالغاء الهدف. طيب القصه بتاعت كثيره بقى القصه بتاعت الفيديو اللي هو المهندس محمد عادل هو بيقول ان هو يعني متصوره فيديو. الكلام ده متصور فيديو ان المسؤولين متصور فيديو من ناحيه ايه؟ ما انا هقول لحضرتك ان المسؤولين في النجوم في نادي النجوم وروا الحكم الرابع اللي هو انا اسف اللاين مان اللي هو عمر فتحي وروها له على المونيتور بتاع الكاميرا بتاعه التلفزيون.
وهل يعقل يا كابتن اسلام ان الحكم المساعد يطلع بره الملعب يشوفها للمونيتور؟ انا حضرتك انا هنا بسال، ما بقولش يعقل او ما يعقلش. تمام. لا انا سالت، انا يعني انا سالت محمد في النقطه دي، قال انتوا سبتوها فيديو حاجه، قال لي الكلام ده ما حصلش وما حدش خرج من ارض الملعب خالص. طب يا كابتن احمد سامي خالص. قال كابتن احمد سامي المدير الفني للنجوم قال ان هم شافوها صدفه في الكاميرا بتاعه اللي هي واقفه الجنب بتاعه. يعني الكابتن احمد سامي اكد هذا الكلام يعني ولا لا؟ قال ان اللاين مان والحكم والحكم الخامس شافوها في الفيديو. لا بس بص يا كابتن، انت بص يا كابتن اسلام، الكاميرا بتبقى بره، هو ممكن الحكم الرابع يبص عليها، انما الحكم المساعد يمكن يبص عليها طبعا. بس اللي انا متاكد منه النهارده القرار جه من عمر فتحي الحكم المساعد، ولا الحكم الرابع ولا الحكم الاضافي. لا هو انت عارف الناس يعني بتتكلم في ايه؟ يعني هو الكابتن حشيش بيتكلم في ايه والكابتن شريف واحنا كلنا بنتكلم في ايه؟ بغض النظر عن الجون جون ولا مش جون، ولا هدف ولا مش هدف، هاند بول ولا مش هاند بول، هي قصة كلها ان لو حد راح بص على الفيديو او لاين مان البعيد راح بص على الفيديو ان الكره وبعدين يرجع يغير للحكم رايه، اعتقد ان ده هيبقى عرف متبع بقى خلال الفتره اللي جايه. دي تبقى مخالفه دي يا كابتن سمير، بالتالي ما ينفعش. بص احنا يعني حتى هذه اللحظه، حتى هذه اللحظه الدوري المصري ما استخدمش تقنيه الفي ار، تمام؟ ودي تبع برضو جزء من الفي ار اللي هو فيديو اسيستنت ريفري، دي برضو هي جزء من تبعها. بس هو طبعا ده ما حصلش النهارده وما كانش ينفع، يعني حتى برضو في تعليمات ما ينفعش انت تطلع تبص ولا الحكم الرابع يبص على الاعاده. مخالفه دي ممنوعه طبعا، ممنوعه لان انت لسه نظام المسابقه بتاع الدوري المصري لسه ما اتطبقتش. طب انا ممكن اسال سؤال في المباراه النهارده ممكن تتعمل بعد كده في كل المباريات كابتن؟ معلش سؤال افتراضي، لو كان ده حصل ايه المتبع في مثل هذه الامور؟ يعني ايه اللي حصل؟ بلاش ماتش النجوم والمقاولين، لو حكم مساعد راح بص على اي حكم مساعد في ماتش ليفربول وعدل القرار مثلا، يعني ايه اللي ممكن يحصل؟ هل بيتم تعديل القرار بالفعل؟ هل ده يبقى قانوني ولا مش قانوني؟ خصوصا ان احنا ما عندناش تقنيه فيديو او تقنيه الفار. يعني بص او تقنيه، يعني بص يا كابتن، هو طبعا ده لو حصل في الدوري المصري مش هيبقى صح، ده مش هيبقى صح. تمام. انت خلاص لازم تطبقها في كل المباريات لان دي حاله شاذه اتعملت في مباراه معينه. تمام. كابتن اللي حصل النهارده يا كابتن اسلام يختلف تماما، يعني دي كلها اجتهادات طلع بره. حضرتك بتؤكد والحكم الرابع قال للحكم المساعد وبلغ الحكم لا ده ما حصلش. كابتن حضرتك بتؤكد ان الكابتن عمر فتحي اللي هو اللاين مان اللي كان قريب او اللي كان بعيد انا اسف عن الهدف شافها شافها بزاويه من مكان ما هو واقف، هو صاحب القرار فيها، هو صاحب القرار وشافها ومتاكد منها جدا. كابتن سمير، كابتن شريف هيسالك على حاجه. كابتن حضرتك لو حكم في الساحة والحكم الرابع شافها في التلفزيون بالصدفة، يعني هو واقف كده بص ماوي لدماغه وشافها، من حقه انه يقول لك الكرة دي ضربة لمسة يد؟ لو انا حكم؟ وواثق من الحكم شرعاً ان هو يبلغك ولا ما يقدرش يبلغك؟ كاب سمير المفروض يبلغني شرعا، هو بيقول لك المفروض يبلغك اهو شرعا وقانونا انه يبلغك ولا مش من حقه؟ هو قانونا لو في فيديو، هو لو في الفار شغال، بس احنا في الاخر يا كابتن شريف احنا عاوزين العداله. كاب سمير نعم، شرعا الراجل ده يبلغك الحكم الرابع ولا ما يقدرش يبلغك؟ لا هو المفروض يبلغك قانونا يبلغك. هو واقف في نص الملعب، هو واقف في نص الملعب يا فندم جنب الكاميرات هناك وكلام، وشاف حاجه في الشارع هنا في التحكيم. انا ما يفرقش معايا، انت عارف الرابع بص يا كابتن شريف المراقب الماتش او الحكم الرابع ولا يبص على المونيتور اللي بره. احنا كده يا كابتن سمير فهمنا وجهه نظر حضرتك، انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن سمير على وجودك معانا وعلى هذه الامور، لانه احنا